حديثنا في هذا اليوم عن أحكام فقهية مختصرة بأدلتها الشرعية عن الاستنجاء والاستجمار وما في حكمهما. الحادي عشر: إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا يحتاج إليه إذا كان الإنسان في خلاء ليس في دورات المياه التي محجرة بحيطان كما في البيوت، لكن هذا يكون أمام الناس أو في الخلاء في الفضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه عند أبي داود كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.